إنجيل العشية من مزامير أبينا داود النبي. افرحوا أيها الصديقون بالرب وابتهجوا، وافتخروا يا جميع مستقيمي القلوب، من أجل هذا يبتهل إليك كل القديسين في أوان مستقيم. هللويا. من إنجيل معلمنا متى البشير. وكأنما إنسان مسافر دعا عبيده وسلمهم أمواله، فأعطى واحدا 5 وزنات وآخر 2 وزنتين وآخر 1 وزنة، كل واحد على قدر طاقته، وسافر. فمضى الذي أخذ 5 وزنات وتاجر بها فربح 5 أخرى، وهكذا أيضا الذي أخذ 2 ربح 2 أخريين، وأما الذي أخذ 1 فمضى وحفر في الأرض وأخفى فضة سيده. وبعد زمان طويل جاء سيد أولئك العبيد وحاسبهم، فجاء الذي أخذ 5 وزنات وقدم 5 وزنات أخر قائلا: يا سيدي، 5 وزنات أعطيتني، وذا 5 وزنات أخر ربحتها. فقال له سيده: حسنا أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل، فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. ثم جاء الذي أخذ 2 وقال: يا سيدي، 2 سلمتني، هوذا 2 أخريان ربحتهما. قال له سيده: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل، فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك، والمجد لله دائماً.